السلام عليكم إخواني أخواتي. بالنسبة للفيديوهات الأولين اللي درت، كنت كندير تحية للمغاربة كاملين، يعني في البداية ديال الفيديو. وبما أنهم طلعوا عندي ناس جداد من دول أخرى، يعني غادي نبقى نسلم على الجميع. يعني مرحبا بكم إخواني أخواتي من دول العربية كاملة، مرحبا بكم في دروس في اللغة الإيطالية بالدارجة المغربية. وبالنسبة لهذا اللوغو، هذا درتو على حساب لاباج ديالي ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك، يعني فيها سعد باري وإيطاليا، يعني إيطاليا في القلب، لا لينغوا إيطاليانا إن ديالتو ماروكينو. يعني بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش اللغة العربية، الكتابة ديالها كتبتها باللغة الإيطالية، يعني لا لينغوا إيطاليانا إن ديالتو ماروكينو. وبالنسبة للخريطة ديال المغرب والراية ديال المغرب، يعني المغرب في الدم، بلادي الأصلي، وكتبت حداها اللغة الإيطالية بالدارجة المغربية. يلا بسم الله نبدأ الدرس. بالنسبة للدرس ديال اليوم غيكون على الميركاتو، اللي هو المارشي، يعني هو السوق. يعني ملي كنمشيو للسوق شنو نقدروا نقولوا مع الناس، يعني باش نتجاوبوا معاهم، تسولوهم وناخذوا شي حاجه ولا هذه. يعني الميركاتو هي السوق. الميركاتو، عقلوا على النطق ديال الكلمات، مهمين بزاف في اللغه الايطاليه. بير فافوري هي ملي كتطلب شي حاجه من عند شي واحد، يعني بحال هكا احتراما بير فافوري تطلب منه شي حاجه. ايو فوليو او لا ايو فوراي، درت لكم جوج كلمات تنستعملهم في اللغه الايطاليه، يعني ايو فوليو او لا ايو فوراي هي بغيت. مثلا بغيت ربع رابعه، تنقول لها اون كوارتو. اون كوارتو منين تنبغي نص كيلو، تنقول ليه ميزو كيلو. ميزو كيلو منين نبغي كيلو، اون كيلوغرامو. اون كيلوغرامو منين نبغي كيلو ونص، يعني كيلو ونصف، اللي هي اون كيلو اي ميزو. بالنسبه للنطق ديال لا ليترا تشي، يعني الحرف تشي والحرف اكا، يعني كنقراوه كيلو، ما تنقراوش تشيلو. ميزو كيلو، اون كيلوغرامو، اون كيلو ميزو. علاش؟ لان على اليسار درت لكم الحروف اللي ما كاينينش في اللغه الايطاليه، جي يعني بحال لا يوفي ما كتقراش جي، يعني ما كاينينش جي، كابا، دبليو، اكس، ايغريك، هادو ما كاينينش في اللغه الايطاليه، باش تفرقوا بين كابا وبين سي اش. ندوزو لاباج الثانيه. مثلا هنا بغيت مطيشه، درت لكم الصور، دابا غنبقاو نستعملوا شويه الصور باش تكون فهمه احسن. مطيشه سميتها بومودورو. بومودورو الا بغيت نقول ليه ديال مطيش، بغيت مطيشه د مطيشه، دي بومودورو. دي بومودورو مثلا اون كيلو دي بومودورو، ايو فوليو اون كيلو دي بومودورو. بغيت الخضره فري، يعني خضر طريه، فيردورا فريسكا. فيردورا فريسكا، يعني تقدروا تعاودوا معايا في الفيديو في نفسك، تعاود الكلمه باش تعقل على النطق ديالها. فيردورا فريسكا. نون كونجيلاتا. نون كونجيلاتا ما تكونش كونجلي، الا بغيتيها كونجلي تقول ليه كونجيلاتا. مثلا بغيت النعناع، تنقول ليه عندك النعناع، تنقولها اي لامينتا. اي لامينتا وندير علامة الاستفهام. مثلا بغيت السمك، السمك هو البيشي، بغيت نسولو نقول ليه منين جا هاد الحوت، دا دوفي فييني البيشي. دا دوفي فييني البيشي. بغيت نقول ليه نقي معاه الحوت، بوليشي البيشي. الو نعقلو هنا على البيشي هو الحوت، بوليشي هي تنقي. في الاخير نقول ليه غراتسي،
شكرا. arrivederci signore، يعني الى اللقاء، راه درت لكم العلامه ديال باي. arrivederci هي باي بسلامه، وسينيوري درت واحد النقطه اي، هذيك تتعني الجمع، ملي تيكون الجمع تنديروا اي في بلاصه الاي، يعني سينيوري كتكون بالاي، تيكونوا بزاف. وبالنسبه للخضار ان شاء الله راه كاين الدرس ديال الخضار والفواكه بوحدو. دابا غندوزو لابوستا، لابوستا ايطاليانا يعني في البوستا. كاين الفاكتور سميتو ال بوستينو، ال بوستينو، ودرت واحد ال اي في الجنب، يعني داك لا ال لي، هادوك درس بوحدو ان شاء الله. بونجورنو او لا تشاو، نسلم عليه في الاول، قول ليه بير فافوري، بير فافوري. فوليو بغيت، انفياري اون ليترا، بغيت نصيفط بريا، انفياري اون ليترا، بغيت صيفط كارتونا، انفياري اون باكو، رسمت لكم الرسم، يعني اون باكو هي كارتونا ولا كوليا، اولا بغيت نرسل سولدي اللي هي اي سولدي، الجمع بزاف ديال الفلوس، اي سولدي، اي في الاخير ديما الجمع. كاينه فاري اون بونيفيكو، فاري اون بونيفيكو، يعني غادي ندير نرسل الفلوس من كونت الكونت ديال لا بونك، يعني شي واحد عنده كونت بونكير، بغيت انا عندي كونت بونكير نصيفط ليه من عندي لعندو، كيتسمى بونيفيكو، اللي هو اللي كيصيفطو لك الباترون ديالك في الطاليان، تيقول لك راه دار ليا الباترون بونيفيكو، يعني هو الخلاص ديالك، دوزو من الكونت ديال الشركه دوزو لك انت الكونت ديالك، هو البونيفيكو. ريتشيفري هي كنتوصل، يعني في البوسطه تقدر تستقبل شي حاجه، توصل بشي حاجه. وكاينه ريتيراري، ريتيراري يعني غتشيري، رسمت لكم بانكومات اللي هي لا ماشين اللي كنشيريو منها الفلوس، ريتيراري درت لكم ثلاث نقاط، لا ماشين بانكومات تنجبد الفلوس، ودرت لكم ار او اي ار او اي ار اي، هادو اللي في الجنب، يعني هادوك هما لي فيرب تيتسالاو ديما، مانجاري يعني هادو ار او اي ار او اي ار او هما لي فيرب، يعني كاين درس ديال لي فيرب ان شاء الله. ميو باكو نون اي اريفاتو، بغيت نسول نقول ليه واش ما جاش الكارطونه ديالي، نقول ليه واش الميو باكو نون اي اريفاتو، يقدر يجاوبني هو يقول لي ديفي اريفاري دوماني، يعني غادي يجي غدا، ديفي اريفاري دوماني، يقدر يقول لي ستاي ترانكويلو، يعني يكون هاني، ستاي ترانكويلو، وستاي نقدر ندير ستا ترانكويلو، خصكم تعاودوا بزاف د المرات النطق باش تعلموا النطق بالإيطالية. هنا درت لكم كيفاش تعمر بريا، كومي كومبيلاري اونا ليترا، على اليمين درت لكم هذاك التامبر، يعني في البوسطة تيدير لك واحد التامبر، راه كاين ديال اورو جوج، راه كاين حتى ديال 16 اورو، 16 اورو هما اللي كيداروا في الاوراق ديال بيرميسو دي سوجور، وهذه تيديروك ديال 16، تيتسمى ماركا دابولو دا 16، ماركا دابولو، ماركا دابولو هو تنبر دا 16، 16 هي 16. رجعوا للكور الاول، راه فيه النماري مشروحين مزيانين، ودرت لكم مثال، مثلا الميتينتي ديستيناتاريو، يعني من الى، بريا تكون من الى، من عندك لواحد الصديق، وتتكون فيها نومي كونيومي، نومي هي الكنيه، كونيومي السميه، مثلا لتحت بحال هكا الشرقاوي هشام، فيا ايسونسو 25 لادريس ديالو، ولتحت الكاب هو الكوديتشي بوستالي، مثلا بيروجا هي لا تشيتا، الكوديتشي بوستالي 06019، مثلا ميلانو عندها حتى هي كوديتشي في بوستالي ديالها، كل مدينة عندها كوديتشي بوستالي، وعندها جوج حروف بين قوسين لا بروفينشا، مثلا بيروجا عندها بي جي، ميلانو عندها ام اي،
روما عندها ار ام، نابولي عندها ان ا، كل مدينة عندها جوج حروف من هذوك الكلمات ديال المدينة. وبالنسبة للوقت باش تصيفط البرية ولا الكرتونة، كاين تصيفطها عادي نورمال، وكاين تصيفطها بريوريتي يعني توصل دغيا. باش توصل دغيا كتخلص عليها واحد الثمن، وكتوصل للنهار من بعد، يعني نهار من بعد تتوصل بريوريتي. بالنسبة لليوم الكور ديال اليوم تقريبا ساليتو، يعني حاولوا تعاودوا الفيديو بزاف المرات باش تستافدوا. ودرت لكم كيفاش غتهضر في الكويستورة، درت لكم الرسم ديال الكويستورة. غادي نهضروا على منين تمشي الكويستورة، شنو هما الكلمات اللي تقدر تستعمل في الكويستورة. وبالنسبة لهاد الأيام هادو اللي حلوا الأوراق، يعني الله يسهل على جميع الناس اللي عندهمش الأوراق في هاد العواشر، يعني دعاء من القلب الخالص لكاع الناس اللي بالأوراق. وإن شاء الله يكون من هنا لقدام دروس للإفادة للجميع. وغادي تكون عندكم التعليق لتحت، درت لكم يجب أن تعلق باللغة الإيطالية حتى تتعلم جيدا، يعني ملي تهبطوا لتحت دير لي كومونتير بالطاليانية، يعني ترجم من التليفون ديالك وصيفط لي كومونتير كيما بغا يكون، يعني وغادي نجاوبك بالإيطالية باش نتعلموا كاملين إن شاء الله. غراتسي أتوتي، يعني شكرا لكم جميعا، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.